قلت لها عم يصير فيني كذا كذا، قلت يا ماما يمكن حامل، قلت لها لا ما معقوله، قلت لا امبلا معقوله. لانه يصير مع نفس اللي انا يصير معي، نفس العوارض، نفس الشيء، نوم العين، نفس استفراغ. قلت لها ممكن تكوني حامل، قالت لي لا مستحيل، انا خلص بهالعمر وبعدين زوجت بناتي معقوله بقى اكون حامل؟ قلت لها لا بعدك زغروره ما بيقسين. شيء طاولت الدوره ام تعملت التيست وبس. ايه جوزي كيف تلقى الخبر؟ انبسط كثير. كان بعد بده عائله كبيره؟ ايه بيحب الاولاد. كان بده حتى بهالعمر بيحب الولاد. بعد ما كبر بناته وزوج بناته وناطر احفاده بحبهم هسه بده. وانت كيف استقبلت الخبر؟ وانا انبسطت قلت الحمد لله، انه حمل حلو كمان باخر هالعمر واحد يجي ولد صغير بينبسط فيه يعني. وانا ده اللي اطلب من ربي كمان، قول يا رب الله يبعث لي ولد صغير اتسلى فيه، انه هلا البنات زوجته وما في الا الصبيان، قول يا رب الله يبعث لي اسا ولد، وحب تجيني بنوت كمان. انبسطت بالمقابل؟ شو بلشت تعتلي همه؟ بيقولوا شو هيدي عجوز ومزوجه اولادها وهلا رجعونا عم تحبل، شيء منو طبيعي. وتيتا تايتا. النظرة نفسها للرجل، لجوزك شو بيقولوا له الناس؟ يمكن بينبسطوا بيقولوا رجالة. اي بس ليه يعني المجتمع ليه بقول للرجل بينبسط للرجل، للمرأة بكون عنده ردة فعل غير؟ هن عطول بالمجتمع بيدلوا عندهم حاملين حملة الكبيرة للمرأة دائما عطول، يعني كل شيء المرأة انه بدل عندهم نظرة لها غير الرجل. لما انت سمعت تعليقات شو بتقولي؟ شو بتقولي له اليوم للناس كلها اللي عم تحضرك بالخط العريض؟ شو بتقولي له؟ بقول لهم امي بعدها زغرورة واللي بعمرها هسه ما تزوج في منهم. ولكن يعني اكثر انت عم بتقدمي لها الدعم لامك؟ طبعا الماما هي بتعطيني نصائح وانا كمان بعطيها، يعني كل واحد حسب اللي عنده، اللي عنده بيقدمه. شو بتنصحيها انت؟ تنتبه على حالها وعلى البيبي اكيد. مين بدلل مرته اكثر؟ زوجك بدلك اكثر ام والدك بدلل امك اكثر هلا؟ زوجي اكثر بدللني. بشو اختلف الحبل الاول يعني حبلك بالسابق عن حبلك اليوم؟ بشو اختلف؟ ما اختلف بشيء الحمد لله، بس انه واحد صحته كرماله بيتاثر فيها شوي، بيتعب الجسم بيتعب. الام والبنت حامل كل واحدة بالشهر السابع، والأم سبقت البنت بأسبوع. شو جنس المولود عندك؟ بنوت، هيك قال لي الحكيم. الله أنا لسه ما نعرف. بعد ما عرفتي؟ الحكيم لسه ما عرفت. حتى حكيمي وحكيمة نفسه. نفس الحكيم، بتروحوا سوا عند الحكيم؟ في مرة رحنا مع بعض، إيه. بس بقول إذا للسابع وبعد لهلا ما بين، بقولوا على الأرجح بنوت. بنوت. أنا إحساسي بنوت، بس زوجي بيقول لي لا صبي.